آمين يا رب. هل هناك شركة ما للتعامل معها لقروض المنازل في أمريكا تكون حسب الشرع؟ يا ولدي يبدو أنك حديث عهد بالاستماع إلينا. لقد تحدثنا مرارا وتكرارا عن وجود شركات تمويل إسلامية عاملة على الساحة الأمريكية، وذكرنا أن مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا عقد مؤتمرا كاملا للنظر في عقود بعض هذه الشركات وتدقيقها، فكان مما نظر عقود شركات جايدنس، يو اي اف، امين هاوسينج، ديفون بانك لا ربا، واصدر قراراته بشانها منشوره على موقع المجمع amiaonline.org. فانا انصحك بالرجوع الى هذا القرار، فيه شفاؤك باذن الله. وخلاصته لحد اليوم، لغاية اليوم يعني، لا حرج في التعامل مع جايدنس، مع يو اي اف، مع ديفون بانك، ومع لا ربا مؤخرا بعد أن عدلوا وطوروا في عقودهم عند الحاجة. إن وجدت حاجة، ونعتقد أن كل مقيم في أمريكا عنده حاجة، فلا حرج في التعامل معها لتملك منزل، وهذا حلم مشروع يحلم به كل مقيم في هذا البلد، لكن لا نرخص له في التعامل مع البنوك التقليدية لتحقيق هذا الحلم المشروع.